جميل الصحفي عباس هندي يقول عشان عشان الناطق لا ذكره لان قلت له لا تتاخر قبل هو من سمع اسم عباس من سمع اسم عباس اختفت الامور ابو الفضل ابو الفضل يقول تحياتي للمحترمين جميعا ليش ما لبستهم دريزات بس احنا تورطنا صار تنمر علي علي بس اريد اعرف بالحلقه اللي يجوا بها الزملاء تحياتي للجميع زيد الزيدي قاسم الدراجي شو اللي بس درس البرازيل هو طبي الدرس وطوه وطب الدرس طبعا وداز رساله ثانيه لا مو ضروري داز رساله ثانيه يتحدث بها عن الزميل حيدر الرماحي ما راح اقراها احتراما لان احنا بالبث المباشر وما اريد ازعل حيدر لا اقراها لا طبيعيه جدا كلامه صحيح يا اخي كلامه صحيح لا خلي الرسالة تصل للجميع انا عباس رايد الرساله تصل للجميع تحياتي لابو الفضل اذا تريد الرساله دزها لحيدر محمد لا 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 عباس هندي وهو خابره عباس هندي خليك وياي مخرجنا لا حتى نكون شفافين شو وجهك صار اصفر غير مسوي لك حظر ما يرد عليك ما يرد عليك والله ما يرد عليك حبيبي لا المفروض ما يرد ابو الفضل جاوب زين ده يشاهد البرنامج المفروض يجاوب والله عيب اذا ما جاوب ابو الفضل حياك الله حبيبي شلونك شو اخبارك؟ عندنا من وقت البرنامج 10 دقائق بعد او اقل من 10 3 دقائق طيب وينكم؟ اتمنى 30 ثانيه ترد لي الرساله اللي دزيتها ثاني اقول لك انت برنامجك حلقتين بالاسبوع ما كل الجو على الولد جاي عطش فضل موتنا شكرا